قد التحدي جديد مبادرة شهي زفير مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. رح نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع وحول هاي الفعاليات وهي المبادرة. معنا اليوم اتصال من حلبة مع الأستاذ منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهي زفير. يسعد صباحك أستاذ منتصر. صباح الخير. صباح الخير أستاذ. استاذ منتصر، يعني تعودنا دائما بمشوارنا الصباحي ومن خلال شاشة الإخبارية السورية انه نتعرف على المبادرات والفعاليات يلي عم تقوموا فيها اليوم. اخر مبادرة لحضرتكم كانت قد التحدي، خلينا نتعرف نحن والمشاهدين عن اجواء المبادرة. قد التحدي يعني نحن بنقول احنا هدول الاطفال او هدول الشباب اللي عم يشتغلوا معنا هن قد الجرأة قد التحدي. قد هالكلمة هي بصير قد التحدي مشروع صغير رح يكون بأحد المنارات الأمانة السورية للتنمية، منارة سيف الدولة بحلب القديمة، بتشاركية مع غرفة تجارة حلب، تشاركية مع الأمانة السورية للتنمية، مع جمعية الرجاء. مجموعة نشاطات رح تكون هي ضمن هالمكان بالذات. رح يكون مشروع رسم، رح يكون أطفال رح يصنعوا شغلات خاصة فيهم مثل أمور كلام، أمور فنية، أمور مثلا تصنيع أكل إلى آخره، يعرضوها للعامة مشان يشوفوها، مشان يكون هن إن هذا الشيء هن شغلهم هن، إن هذا الشيء اللي عم يعرضوه هن عم حاليا قدام كل الناس مشان يكون الناس تكون ذوقين الموضوع هذا. أستاذ منتصر، خلينا نعرف من حضرتك اليوم ليش عم يتم من خلال جميع مبادراتك شيء فعليا ملفت للنظر وأكيد ملفت للقلوب كمان بنفس الوقت، ليش عم يتم التركيز على هي الفئة بمبادراتك؟ هلا أكيد هدول يعني مثل الملائكة بصراحة، إذا تعاملتي معهم شفتي صدق قلبهم وشفتي الشفافية جواتهم، أكيد بحاولي دوما عملي معه او تحاولي دوما تكوني انت قريبه منه. اطفال من عندهم قدرات هائله، عندهم امكانيات هائله، ما عندهم كذب، ما عندهم جشع او الى اخره، فطبيعي هذا الشيء نحن نكون قريبين منه، لاني نحن بحاجه دوما نكون بحاجه صدق، خاصه ظروف الصعبه حاليا. بس جربي انت شوفي تعاملي مع حدا منهم اكيد رح تلاقي. انا مجربه ومتعامله استاذ. اكيد اكيد. فيعني احساس رائع، احساس رائع ولا احلى منه بصراحه. فبنتمنى نحن دوما نسلط الضوء على الموضوع عليه، دوما نحن فعاليتنا عم تركز على هالفئه بالذات ليكونوا هن قابلين للمجتمع، يكونوا ضمن سوق العمل. بنركز على موضوع انه دوما سوق العمل لان هن فعلا عندهم امكانيات. فيا رب المسؤولين والدوله كلها تحاول الضوء على الموضوع بالذات تكون قد الموضوع هذا. أكيد، يعطيكم ألف عافية. يعني أستاذة منتصر، لما نقول مبادرة شهيق زفير نحن عم نحكي عن مبادرة ومشروع دائما موجود على أرض الواقع بكل حدث على الأرض بكل مناسبة، ويمكن اليوم قليل من الفعاليات أو الجمعيات اللي تستمر بأعمالها الجديدة. خبرنا اليوم شو هي المشاريع القادمة؟ هلا المشاريع القادمة نحن حكينا فيها من فترة قصيرة، حيكون في مشغل خاص هدول الشباب الفئه هي بالذات، مشغل يعتمدوا هن عليه، يشتغلوا بايدهم، يصمموا بايدهم، يخيطوا بايدهم، ويكون موجود بالسوق. يعني مثل مثلا ورشه البسه اشتغلوها هن ونزلوها بالسوق، ويكون هالمنتج مثلا باسم مثل معين مثلا تنطلع ضمن هذا الموضوع، عشان يكونوا رائدين على مستوى سوريا لهذا الموضوع بالذات. يعني انا دوما بركز على الموضوع اني انا هذا الفئه عندهم قدرات، فنحن عم نحاول على نركز على موضوع المشغل، وان شاء الله يكون هيك قد هالتحدي هذا اللي دوما اطلع الهاشتاج قد التحدي. بس اكيد بدنا دعم الدوله وبدنا دعم الناس الموجودين معنا اصحاب الخير حتى نستمر بهالموضوع. اذا ما كان في معنا اصحاب هنا عم يشتغلوا معنا اكيد رح نوقف نحن، لاني حسب الظروف الصعبه حسب هذا كله. فيا رب خير للبلد، يا رب خير لسوريا، وهذا الخير بالذات يعني كل الحب له وكل احترام.
أكيد ما بنتمنى توقفوا هاي المبادرات أستاذ منتصر، وأكيد نتمنى أكيد الاستمرار والازدهار. أستاذ منتصر، خبرني هلأ اليوم من الهدف من هاي المبادرة الجديدة بشكل عام كيف كان أو شو تضمنت أهدافها والأساسيات يلي إلها؟ هلأ نحن نقول هاشتاج قد التحدي. هذا التحدي يعني معناته هن عنده إمكانيات رائعة. يعني احد الاطفال انه مثلا وقت كنت انا عنده بالبيت عم بحكي معه، قال لي طبعا هو يعني كلامه شوي نص واضح، قال لي انا حابب اعمل شيء وابيعه للناس او اطلبه للناس او كل او مثلا الناس تشوفه مشان هذا الموضوع، يعني انا شوفوني اني انا عندي شيء انا معين. يعني تصوري هو عنده شيء جواته رائع، عنده شيء حلو كثير يحاول يطلعه للناس. هذا الشيء نحن حاولين نحن دوما نفرجي للناس ان هذول اطفال عنده امكانيات هائله وامكانيات رائعه. فقد التحدي هن عم تحدوا حالهم مشان يكونوا هن سباقين للحدث هذا بالذات. بتمنى كل الناس يحضروا معنا، بتمنى كل الناس يكونوا موجودين. رح تكون هي فقرات ضمن بيت قديم او سيف الدوله، هي ملابس سوريا التنميه، رح تكون جدا جدا رائعه، مكان رائع جدا جدا، رح يكون فيه رأس اولويه، رح يكون فيه فعاليات كثيره، رح يكون فيه ناس كثير على مستوى. فبتمنى يكون حضوركم حتى لو تكونوا مثلا انتم بالشام تجوا تحضروها بحلب، لان هذا شيء شرفنا صراحه. ان شاء الله. اكيد بالختام بدنا نشكرك كثير الاستاذ منتصر كيالي، شكرا لدعمكم واهتمامكم بهدول الفئه من الاطفال متلازمه الحب، يعطيكم الف عافيه وان شاء الله على طول بنضوي على انجازاتكم. والاستمراريه كمان بهذا المشروع القيم هو فعلا قد التحدي وجايب الاسم تماما، لانه في تحديات كثير رح تواجه ممكن اي عمل خيري وبده استمراريه، فاكيد بالتوفيق لهي الجمعيه.